بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، بتوجه لمنتدى الشرق بخالص الشكر على أن وفر هذه الفرصة، وبشكر حضراتكم لتجربكم بالحضور والمشاركة. طبعا الموضوع اللي بيشغل كثير من الناس في منطقة الشرق الأوسط على مدار الشهرين الماضيين، أو تحديدا على مدار شهر نوفمبر، هو هذا التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية وتداعياته الاقتصادية والسياسية، ولعل التداعيات السياسية هي ما يشغل الكثير من المهتمين بالتجربة التركية، سواء مناصريها أو خصومها. فنحن أمام حدث ليس بسيط، وإن كانت التجربة قد تكررت في بعض البلدان وتسببت في بعض المشكلات، إلا أنها في النهاية أمكن التغلب عليها وتم تحويل الأزمة إلى فرصة. طبعا حضراتكم بتلاحظوا أن الأداء الموجود في بورصة النقود الخاصة بسعر صرف الليرة التركية في صعود دائم، اللهم إلا بعض التحسنات الطفيفة التي قد تبدأ في بداية اليوم، ثم في منتصف اليوم أو نهايته نصل إلى تراجع في قيمة الليرة. اليوم أغلقت السوق على سعر دولار الواحد مقابل 13.8 ليرة، فطبعا السعر ده لما نقارنه بما كان في بداية يناير 2021، بنجد طبعا كانت هذه الأسعار في حدود 7 ليرة و35 قرش. النهاردة الفارق بيقترب من 78% أو 79%. قبل أن أدخل في تفاصيل الأزمة، أحب أن أقدم عدة محاور حتى يمكن أن نفهم بشكل أفضل ما يتم في الاقتصاد التركي، وما هي الانعكاسات لأداء الليرة التركية وتراجعها خلال الفترة الماضية. أول هذه المقدمات، إن الاقتصاد التركي بيعمل وفق نظام رأسمالي، والنظام الرأسمالي كما تعلمون تعمل فيه آلية العرض والطلب بشكل رئيس، والمرجعية النظرية للرأسمالية في هذا الأمر أن السوق قادر على أن يصحح نفسه بنفسه، لذلك يتحدث الرأسماليون عن اليد الخفية في إصلاح الأسواق. طبعا هذه قاعدة تجريدية أثبت الواقع أن التمسك بها طوال الوقت ليس صحيحا، وأن ثمة تدخلات من قبل الحكومة أو الدولة لتصحيح مسار بعض الأمور المتعلقة في القضايا والمشكلات الرأسمالية، زي ما شفنا في أمريكا في أزمة 2008، حيث تدخلت الحكومة واشترت شركة التأمين التي كانت في طريقها إلى الإفلاس، وكان إفلاسها سينعكس على نحو 300 بنك أمريكي، وبالتالي كانت ستضيع كل مدخرات الأفراد في هذه البنوك وتكون هناك أزمة كبيرة. لكن أمريكا أكبر دولة رأسمالية في العالم بتتجه إلى التأميم، فأصبحت الشركة بعد أن اشترت الحكومة 85% من أسهمها عند سعر يمكنها من أداء دورها، أصبحت ملك الحكومة. وكما تعلمون أنه في النظام الرأسمالي النظري التجريدي أن الحكومة لا تشارك في النشاط الاقتصادي أو ملكية شركات المساهمة، لكن في الأزمات يجب أن نتحرك بإجراءات استثنائية. الأمر الثاني المتعلق بكون الاقتصاد التركي هو اقتصاد رأسمالي أو يعمل في إطار آليات النظام الرأسمالي، أن سعر الفائدة من الأدوات المستخدمة بشكل كبير جدا، وأن الائتمان هو نشاط يقبل عليه كافة أطراف النشاط الاقتصادي، سواء المدخرين يريدون سعر الفائدة على مدخراتهم يعوضهم عن حرمانهم من الاستهلاك ويحفز ثرواتهم، المستثمرون يتعلقون بسعر الفائدة ويريدون سعر فائدة منخفض حتى يخفض تكلفة الإنتاج ويستطيع لمنتجاتهم أن تكون لها درجة من التنافسية في المجتمع المحلي أو على الصعيد الدولي.
المستهلكون أيضا يريدون سعر فائدة أقل حتى يستطيعوا أن يقترضوا من البنوك ويلبوا احتياجاتهم الاستهلاكية بشكل كبير. فبالتالي المنظومة التي يعمل في إطارها الاقتصاد التركي هي منظومة رأسمالية بامتياز. الأمر الثاني أن الاقتصاد التركي شديد الاشتباك مع الاقتصاد العالمي، وبالتالي احنا بنشوف قد إيه الاقتصاد التركي بيتأثر إيجابا وسلبا بما يمر به الاقتصاد العالمي. يعني لما جت أزمة كورونا طبعا السياحة التركية تأثرت بشكل كبير، وانخفضت الإيرادات السياحية من 40 مليار إلى 10 أو 12.5 مليار. وجدنا أن تركيا استفادت في هذه الأزمة من خلال احتياجات كثير من الدول إلى سلع وخدمات تركية، فزادت الصادرات السلعية التركية بمعدلات جيدة على عكس كثير من الدول التي كان أدائها سلبياً. احنا بنلاحظ زي ما هنشوف بعد كده في الشرائح اللي هنعرضها لحضراتكم ان 30% من او ثلث الناتج المحلي الاجمالي لتركيا اللي وصل حوالي 720 مليار في 2020 ياتي من خلال علاقه تركيا مع الخارج من خلال صادرات وواردات السلع والخدمات. المقدمه الثالثه او النقطه الثالثه التي اريد ان اتحدث اليكم فيها بشان الاقتصاد التركي حتى نفهم ديناميكيات المشكلة التي يمر بها، أن ثمت مشروعا تركيا انطلق في الأفق في منطقة الشرق الأوسط منذ عام 2007. يتمثل المشروع التركي في تصدير تجربته التنموية مع دول المنطقة، وهو مشروع قائم على المشاركة في تجارب استثمارية ليس فقط مجرد اعتبار أسواق بعض الدول أسواق للمنتجات التركية، ولكن نحن لمسنا أن تركيا تعتمد على إقامة منشآت إنتاجية داخل بعض الدول، وتسعى لأن يكون لها شركاء محليين في الدول الموجودين فيها. فشفنا استراتيجية التوجه شرقا التي اعتمدت بعد 2005 وتبلورت في إجراءات عملية في 2007، فوجدنا الاستثمارات التركية في الجزائر، في المغرب، في مصر، في إفريقيا، في بعض دول آسيا، في بعض دول القوقاز. فالمشروع التركي هو أحد المشروعات الأربعة الموجودة في منطقة الشرق الأوسط، أو المشروعات الخمسة، اللي هو مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي يعتمد على دمج الكيان الصهيوني في دول المنطقة، أو المشروع الأورو متوسطي القائم بين الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب المتوسط في المنطقة العربية، وده بيعتمد على تحقيق أجندة الاتحاد الأوروبي في الحد من الهجرة وإقامة علاقات تجارية واستثمارية تعمل على بقاء المهاجرين من هذه الدول إلى الاتحاد الأوروبي. أيضا المشروع الإيراني الموجود واللي بيستهدف السيطرة على منطقة الشرق الأوسط، وشفنا تواجده الخشن في اليمن وفي لبنان وفي سوريا وفي العراق. فبالتالي هذه المشروعات الأربعة هي مشروعات متنافسة، لكن طبعا هناك مشروع للأسف الشديد هو المشروع التكامل الاقتصادي العربي الذي ولد ميتا في منتصف الخمسينات. فوجود هذا المشروع بالنسبة لتركيا بيفرض عليها تحديات اقتصادية وسياسية اللي ممكن يكون في إطارها التراجع اللي حصل في سعر الليرة أحد الأدوات التي استخدمت ضد تركيا سواء من قبل مضاربين محليين أو مضاربين إقليميين، أو المضاربة التي تتم من خلال أسواق آسيا التي تبدأ مبكرا في كل يوم قبل السوق التركي بنحو 6 ساعات. إذن هذه النقاط الثلاث مهمة وضرورية، ونضيف إليها النقطة الرابعة والتي تفسر لنا جانبا كبيرا من الأزمة التركية، وهي العلاقة القوية بين الاقتصاد والسياسة سواء في تركيا أو في غيرها من البلدان. فتركيا قبل عام 2013 كانت النموذج الذي يروج له الغرب وتروج له أمريكا، لأنه كان منصبا على الداخل وعلى مشكلات الداخل وعلاجها وتبني سياسة زيرو مشاكل
التي رفعها الحزب منذ عام 2005 وحتى 2013. بعد 2013 وجدنا أن هناك إجراءات اضطرت تركيا لاتخاذها لتأمين حدودها وأمنها القومي ضد مشروع الدولة التركية، فتحرك الجيش التركي في كل من سوريا والعراق، وهذا كان على غير رغبة بعض الدول الإقليمية وأمريكا على وجه التحديد. فكان هذا تحركا يعني يفرض على تركيا تحديات كبيرة. الأمر الثاني هو مناصرة تركيا لدول الربيع العربي وتبني قضاياها واستقبالها لنحو 5 مليون مهاجر من دول الربيع العربي وغيرها من الدول الأخرى. أيضا المشكلات التي نجمت عن غاز الشرق المتوسط وحرص تركيا في الحفاظ على حصتها وحصة قبرص التركية. أيضا التواجد في ليبيا وهذه المناصرة والدعم الكبير للحكومة الشرعية في ليبيا. أيضا الموقف من أمريكا فيما يتعلق باستيراد منظومة الدفاع الروسية S-400. أيضا الدعم الذي قدمته تركيا بشكل كبير جدا لدعم أذربيجان في حربها مع أرمينيا. كل هذه الأمور على الأجندة السياسية للحكومة التركية أزعجت منافسيها وأزعجت مكونات الخريطة الدولية والخريطة الإقليمية من أن سمت توسع في الدور التركي، فأتت التحديات لتفرض نفسها. ولعلكم تذكرون في أزمة القس الأمريكي الذي كان يحاكم في تركيا والذي صاحبت قضيته قضية صفقة الدفاع أو منظومة الدفاع الروسية S-400، وتحديد الرئيس الأمريكي السابق ترامب بأنه سيدمر أو بإمكانه أن يدمر الاقتصاد التركي وانعكاسات ذلك على الليرة التركية وتراجعها. ثم ما لبثت أن تمت المفاوضات بين البلدين وعادت الليرة إلى وضع أفضل مما كانت عليه. النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها كمعلم من معالم أداء الاقتصاد التركي خلال هذه الأزمة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد التركي وارتباطها بسعر الليرة، هي قضية غياب التنسيق والتوازن بين مكونات السياسة الاقتصادية التركية. فكما تعلمون أن هناك مكونات رئيسة للسياسة الاقتصادية هي السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة التجارية وسياسة الاستثمار وسياسة التوظيف. هذه السياسات الخمس يجب ألا تعمل في إطار الجزر المنعزلة، ولكن عليها أن تتشابك وأن يتم بينها تنسيق حتى تخرج القرارات في إطار المجمل العام لصالح الاقتصاد التركي. وإذا ما أضيرت أحد هذه السياسات فعلى الحكومة أن تقدم لها صور الدعم بما يقلل من حدة هذه الأضرار أو يمنعها أو يساند الموجودين في هذا المكون. وإحنا شفنا مثلا ترامب حينما اتخذ سياسة حماية التجارة وأشعل الحرب التجارية مع الصين، تضررت الصادرات الزراعية الأمريكية، المزارعون هناك تضرروا لأن الصين توقفت عن استيراد السلع الخاصة بهم، فاضطر ترامب أن يقدم دعما للمزارعين الأمريكان الذين تضررت صادراتهم بنحو 14 مليار دولار. فهكذا تكون التصرفات، يعني هذا التصرف لا يتسق مع أدبيات وآليات الرأسمالية، ولكن كما قلنا أن الأزمة تفرض إجراءات استثنائية. فما تم في السياسة النقدية التركية على وجه التحديد وسلوك البنك المركزي التركي على مدار العامين الماضيين هو اللجوء إلى العلاج بالصدمة والتصرف بمعزل عن باقي مكونات السياسة الاقتصادية في تركيا. فوجدنا مثلا أن محافظ البنك المركزي المقال أولا اتجه إلى رفع سعر الفائدة لكي يعالج تراجع الليرة حتى يقلل معدل التضخم، فرفع سعر الفائدة إلى 24%، مما أثر بشكل كبير على
المستثمرين، فأصبحت تكلفة الاستثمار عالية، وبالتالي المنتجات هو أراد أن يعالج التضخم من جانب الطلب من خلال تراجع قيمة الليرة، فنقل التضخم من جانب الطلب إلى جانب العرض، وجانب العرض في التضخم بيأتي من خلال ارتفاع تكاليف الإنتاج، وارتفاع تكاليف الإنتاج له مصادر عدة، ارتفاع تكاليف الطاقة، وكما تعلمون أن تركيا دولة مستوردة للطاقة بنسبة كبيرة تصل إلى حوالي أكثر من 90% من احتياجاتها، قد يكون تكلفة الإنتاج التي تتسبب في ارتفاع التضخم آتية من ارتفاع تكلفة التمويل، وده اللي حصل مرتين في البنك المركزي التركي لما رفع سعر الفايدة إلى 24% ثم تراجع إلى أن وصل إلى 8.5% ثم ارتفع مرة أخرى إلى 19% واستقر الآن عند 15%، ولعل الأيام القليلة القادمة مع مطلع ديسمبر 2021 نجد اتجاه آخر أو قرار بشأن سعر الفائدة من قبل البنك المركزي التركي. فحتى نلخص هذه النقطة الأخيرة قبل أن ننتقل إلى مؤشرات الاقتصادية الكلية، أنه كانت هناك حالة من عدم التوازن والارتجال في إدارة السياسة الاقتصادية، وقد سلم أمر السياسة الاقتصادية التركية إلى البنك المركزي، فحدثت هذه الصدمات وحصلت هذه المشكلات. كان ينبغي أن يتم الترتيب مع سياسة الاستثمار، وطبعا هذا الأمر أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة كما تعكسه أرقام معهد الإحصاء التركي في الفترة التي ارتفع فيها سعر الفائدة، لأن المستثمرين في هذه الحالة على الأقل إن حافظوا على استثماراتهم الجديدة لن يضيفوا استثمارات جديدة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج. فبالتالي طبعا هنا كان مفروض أن يحصل تنسيق علشان المستثمرين ما يتأثروش، في نفس الوقت سوق العمل ما يتأثرش، لكن لعل طبعا هذه السياسة أدت إلى خدمة المدخرين في أن هم يحصلوا على عائد أكبر، لكن ده أدى إلى تقليص الأموال المتجهة للاستثمار وشجع المضاربين بشكل كبير جدا والأموال الساخنة أن تأتي إلى تركيا سواء لتضع أموالها في البنوك أو تضع أموالها في الاستثمار في الدين العام المحلي التركي. كانت هذه النقاط الخمس مقدمة مهمة للحديث عن أزمة الليرة، لكن لو قلنا قبل أن ننتقل للمؤشرات الإجابة على سؤال من هم المستفيدون ومن هم المتضررون من انخفاض قيمة الليرة، لو تحدثنا أولا عن المستفيدين من انخفاض قيمة الليرة فيأتي في المقدمة المضاربون. فالمضاربون طبعا سواء كانوا من المواطنين الأتراك أو من الأجانب، مثل هذه الأجواء قد تساعدهم على تحقيق أرباح عالية، وخاصة إذا كانت ثرواتهم أصلا أو مدخراتهم كانت بالعملات الصعبة فيتم تحويلها إلى العملة المحلية والحصول على أموال طائلة تمكنهم من امتلاك بعض الأصول أو الخروج من السوق التركي بعد أن تهدأ موجة انخفاض قيمة الليرة التركية، فيخرجون بأرباح عالية بالعملات الأجنبية. هذا واحد يعني من المستفيدين. طبعا هناك مؤشرات الاقتصاد التركي بتقول لنا ان تجربة الليرة على مدار الفترة من 2013 حتى الآن استطاعت ان تستفيد من انخفاض قيمة الليرة وتم زيادة الصادرات السلاعية. طبعا هل هيستطيع المنتجون في السوق التركي ان يستفيدوا من هذه الميزة طوال الوقت مع استمرار تراجع سعر الليرة؟ بالطبع السؤال لا، هيجي وقت معين وتتراجع هذه الميزة لأن الواردات السلعية التركية أكبر من الصادرات، على الرغم من وصول الصادرات إلى أعلى من 200 مليار إلا أن الواردات في حدود 235 مليار،
وبالتالي المنتجون الذين يحصلون على مستلزمات إنتاج من الخارج سترتفع عليهم فاتورة الاستيراد بشكل كبير جدا. الفئة الثالثة المتضررة من انخفاض قيمة الليرة هم المنتجون أو المدينون الأتراك أو الأجانب المقيمين في تركيا، وعليهم التزامات بالعملات الصعبة للخارج تسدد في الأجل القصير والمتوسط. فطبعا دول علشان يؤدوا التزاماتهم علشان يروح يشتري دولار الآن، فطبعا مديونياتهم هترتفع بشكل كبير جدا. طيب أيضا المستفيدين من انخفاض سعر الليرة الآن الناس اللي بتعمل في مجال المضاربات خارج تركيا فيما يتعلق بالعملات المشفرة وغيرها. فالمضاربة هي رغم أضرارها الكبيرة جدا على الاقتصاد القومي، إلا أن بعض الأفراد يستفيدون من تلك العمليات الخاصة بالمضاربة. أيضا من المضارين من سياسة تخفيض قيمة العملة الحكومة، لأن الحكومة عليها ديون أيضا للخارج، وبعضها بيوجب سداده في الأجل القصير أو المتوسط، وتدبير لهذه الاحتياجات قد يكلفها الكثير. من المستفيدين من انخفاض قيمة الليرة قطاع السياحة، لأن السائح حينما يأتي ومعه العملات الأجنبية يستطيع أن يحصل على خدمات بأسعار أقل، سواء في الأوتيلات أو في شراء السلع والخدمات داخل تركيا. لكن كما قلنا، كما هو الحال في المصدرين للسلع، أيضا العاملين في قطاع السياحة وأصحاب الأوتيلات والمنشآت السياحية لا يمكنهم العمل طوال الوقت في ظل انخفاض أو تراجع قيمة الليرة. دي كانت المقدمات التي أردت أن أتحدث عنها عن الموضوع قبل أن نذهب إلى تحليل فني فيما يتعلق بأداء سعر الليرة. لو الإخوة بس يعرضوا لنا الشرائح الموجودة في الملف الموجود عندهم، هنشوف أول حاجة في هذه المؤشرات زي ما حضراتكم شايفين. لو بصينا لسعر الصرف للدولار من 2013 إلى الآن، كانت الدولار في 2013 عند 1.9 ليرة، في لغاية 2020 كنا بنتكلم عن متوسط سعر 7.1 يعني 7 ليرات وقرش. النهاردة السوق قفل على 13 ليرة و8 قروش. فطبعا ده بيبقى له انعكاسه على كثير من المؤشرات، وده بيفسر لنا حجم الضرر اللي اتكلمناه عن بعض المتعاملين في السوق التركي، وبيفسر لنا الاتجاه الصعودي للتراجع في سعر الصرف الليرة. الشريحة اللي بعديها، طبعا الشريحة اللي فاتت كانت بتقول لنا الملمح الأول للأزمة. الملمح الثاني للأزمة الموجودة بالنسبة لليرة يتعلق بمعدل التضخم، ولعل الإخوة الذين يعيشون في تركيا يلاحظون ارتفاع معدلات التضخم بصورة ملموسة في احتياجاتهم اليومية للطعام والشراب وتكلفة المواصلات وإيجار البيوت وما إلى ذلك. فكان معدل التضخم في 2013 عند 6.28%، وده معدل يعني جيد جدا مقارنة بأداء بعض الدول الأخرى، وإن كان طبعا كل ما انخفض معدل التضخم ليصل مثلا إلى المعدلات الموجودة في أوروبا وأمريكا يبقى أفضل. يعني صح، أمريكا الآن سعر التضخم فيها في أعلى مستوياته عند 6%، لكن قبل كده كان بيتراوح بين 1 و2%، كذلك الحال في أوروبا. لكن احنا وجدنا انه في شهر سبتمبر الماضي او اكتوبر وجدنا ان معدل التضخم في تركيا اقترب من 20%، وهذا طبعا بيضر بالمدخرين بشكل كبير جدا،
وبيؤدي إلى زيادة أعباء المعيشة في تركيا. الشريحة اللي بعد كده عندنا معدل البطالة، وطبعا دي من القضايا الاجتماعية المهمة اللي بتثير حساسية المجتمع التركي، وبنشوف بعض الكتابات من قبل المعارضة أو منتقد النظام، وهي رغبة الشباب التركي في الهجرة إلى أوروبا بحثا عن فرصة عمل، وأيضا بتثار هذه القضية في وجه المهاجرين من أنهم زاحموا الأتراك في فرص العمل المتاحة إليهم. طبعا إحنا خلال 2013 كان عندنا معدل بطالة 8.7%، كان أعلى معدلاته في 2020 عند 13.92%، يعني ممكن نقول 14%، لكن في شهر أكتوبر الماضي كان عندنا معدل بطالة 11.5%، وده بيعكس ارتفاع معدلات النمو اللي حصلت في تركيا خلال 2021، وهي أمر إيجابي ويعكس حقيقة معدل النمو وآثاره الإيجابية على المجتمع. كانت دي 3 مظاهر اللي نقدر نقول إنها معلمات أزمة الليرة في تركيا، من انخفاض قيمة العملة، من ارتفاع التضخم، من وجود معدل البطالة عند معدل مرتفع وإن كان انخفض في على مدار الشهور الأخيرة. لكن إحنا حينما نتحدث عن معدل بطالة ومعدل تضخم من رقم واحد فده الأفضل، يعني ما يبقاش معدل البطالة أو معدل التضخم أكتر من 10، يعني 9 فيما أقل، بتبقى عند معدلات يمكن للسياسات الاقتصادية أن تؤثر فيها في الأجل القصير والمتوسط. هنشوف بعد كده أثر المؤشرات دي على باقي مكونات الاقتصاد الكلي التركي، ونقدر نقرأ من خلالها ده بيؤدي إليه. لو شفنا المؤشر الأولاني المتعلق بانخفاض قيمة العملة، فده بيؤدي إلى الدولارة. يعني إيه الدولارة؟ يعني الناس تروح تبدل مدخراتها من الليرة إلى الدولار أو الذهب أو العملات الأجنبية الأخرى. لو شفنا المؤشر الثاني الخاص بمعدل التضخم، فالأعباء بتاعته على الأسرة بتزيد، وبالتالي بتعمل على تحول في قرارات المستثمرين والمشترين أن تكون معاملتهم بالدولار وليس بالعملة المحلية. ده خاص بتركيا أو غير تركيا. الشريحة اللي بعد كده هنشوف أثر انخفاض سعر الليرة على تقييم أو تقويم قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتركيا. زي ما حضراتكم عارفين إن تركيا دولة في مجموعة الـ20 الاقتصادية اللي هي أكبر 20 اقتصاد على مستوى العالم. في 2013 كانت تركيا الناتج المحلي الإجمالي بتاعها اللي هو الخط البرتقالي اللي حضراتكم شايفينه ده 1.8 تريليون ليرة في 2013، لكن كان بيعادل بالدولار 957 مليار دولار. يعني شوفوا الفرق، انخفاض قيمة الليرة هيأثر بشكل كبير جدا على تقييم الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بالدولار. لو احنا انتقلنا إلى سنة 2020، بنجد أن الناتج المحلي الإجمالي بالعملة المحلية فيه صعود ضخم كبير جدا، قفز إلى 5.5 تريليون، في حين أنه بالدولار تراجع إلى 720 مليار دولار. وده أثر كبير جدا لانخفاض قيمة الليرة. لو مع نهاية 2021 تم تقييم الناتج المحلي الإجمالي بالدولار، بالتأكيد هنجد رقم أقل من 720 مليار بكتير، لأن التراجع خلال الشهور الثلاثة أكتوبر نوفمبر ديسمبر كان كبير جدا، وممكن يؤثر على المتوسط بتاع السنة كلها. الشريحة اللي بعد كده حضرتك، بالنسبة لمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بنلاحظ إن معدل النمو بيشهد حالة صعود وهبوط، أو ما يمكن أن نسميه يعني حالة زجزجة موجودة. في 2013 كان معدل النمو 8.4%، في 2017 كان 7.5%. طبعا 2020 علشان كورونا
فكان عنده 1.7%، يمكن 2019 كان في بعض المشكلات، و2018 المتعلقة بأداء الاقتصاد التركي والاقتصاد العالمي بشكل عام، يعني حالة الضبابية اللي كانت موجودة. ففي 2018 كان 2.9%، في 2019 كان 9%، يعني أقل من 1%، في 2020 كان 1.7%. التخديرات بتقول إن الناتج المحلي الإجمالي لتركيا في 2021 قد يصل إلى 9%. طبعا أداء تركيا في معدلات الناتج في 2020 كان من المعدلات الأعلى في دول مقارنة بالدول الأوروبية، ويمكن الدولة رقم 2 بعد الصين على مستوى العالم. طبعا هذه المعدلات بتتطلب أداء أكبر خلال الفترة القادمة لامتصاص معدلات البطالة ولمعالجة الآثار السلبية الناتجة عن انخفاض قيمة العملة خلال الشهور الثلاثة الماضية. الشريحة اللي بعد كده، هنا بقى النقطة اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، ان الاقتصاد التركي شديد التشابك مع الاقتصاد العالمي، وان تلت الناتج المحلي الإجمالي التركي بيأتي من التعامل مع الخارج. لو شفنا في عام 2013 حضراتكم الصادرات اللي هي العمود الأزرق والواردات العمود البرتقالي، ففي 2013 كانت الصادرات عند 227 وكانت الواردات عند 275. طبعا في 2014 الواردات ارتفعت بشكل عالي كبير جدا على 368، الصادرات 236. السنة دي طبعا كانت من أعلى السنوات اللي تركيا بتعمل فيها حجم تبادل تجاري مع العالم. يمكن السنة الوحيدة اللي خلال الفترة من 2013 ل 2020 اللي الصادرات فيها سادت عن الواردات، وده طبعا شيء إيجابي ونتمنى أنه يتحقق خلال السنوات القادمة. في عام 2019 كانت الصادرات السلعية والخدمية بتوصل إلى 249، أعلى من الصادرات والواردات السلعية والخدمية اللي هي 227 مليار. في 2020 رجعنا للأداء المعتاد، وهو وجود عجز في الميزان التجاري للسلع والخدمات لتركيا مع العالم، وده هيقدر يقول لنا إن قد إيه ممكن تأثر أزمة تراجع الليرة على ما ستسببه من المستوردين للسلع والخدمات من الخارج. لذلك ضمن الوصايا اللي يجي بننتهي فيها في نهاية المحاضرة، اللي احنا بنقول ان يجب في ظل المعالجات لأزمة انهيار الليرة ان المستوردين الأتراك يعتمدوا على توفير مستلزمات الإنتاج من السوق المحلي بشكل كبير جدا حتى يتجنبوا الأضرار المترتبة على انخفاض سعر الفائدة. الشريحة اللي بعد كده، احنا هنا خدنا المؤشر الثاني اللي هو بناخد الصادرات والواردات السلعية والخدمية كنسبة من الناتج، وطبعا انا ذكرت لحضراتكم ان حوالي تلت الصادرات والواردات السلعية والخدمية بتمثل يعني حوالي 30% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي. لو شفنا عام 2020 كانت الصادرات بتمثل 32.3% من الناتج، والواردات بتمثل 28.5% من الناتج. لو شفنا بقية السنوات هنلقى يعني قريبة من الأرقام دي، أو بتزيد أو بتقل عليها. وطبعا الاندماج مع الاقتصاد العالمي له إيجابيات وسلبيات، لكن المفترض أن السياسة الاقتصادية لأي دولة تستهدف زيادة هذه الإيجابيات وتقلل من السلبيات. ويعني كما هو معروف يعني في التعاملات التجارية والاقتصادية والمالية، لا يكون هناك طرف واحد هو الرابح، ولكن كلا الطرفين يربح وإن كانت النسب متفاوتة في نسبة الربح. وكما يقولون، إذا أردت أن تكون مصدر جيد فعليك أن تكون أيضا مستورد جيد. وجيد هنا مش المقصود بها الكم، ولكن المقصود بها الكيف،
ودي واحدة من المشكلات اللي بتواجه تركيا خلال الفترة القادمة، إن على تركيا أن تتخلص من تجربتها طويلة الأجل في مسألة الصادرات التقليدية مثل صادرات الملابس والأحذية والأدوات الكهربائية القائمة على التجميع مثل الثلاجات والغزالات وغيرها من الأدوات الكهربائية. يعني بعض الزملاء يتحدثون على أنه كل 3 آلات كهربائية موجودة في أمريكا منها جهاز تركي. يعني ليس هذا المطلوب الآن، نحن نريد الانتقال إلى المنتجات عالية التكنولوجيا، وخاصة أن هذه التجربة مرت بها كثير من الدول مثل اليابان. يعني اليابان في السبعينات كانت قائمة على تصدير السلع للسوق الأمريكي بشكل كبير جدا، كذلك فعلت دول جنوب شرق آسيا، ثم اتجهت هذه البلدان فيما بعد إلى صناعة الإلكترونيات وصناعة السوفت وير والتكنولوجيا الرقمية، وبالتالي هذا هو التحدي الذي ستواجهه تركيا خلال الفترة القادمة، والذي تستطيع من خلاله أن تؤمن قضية انخفاض سعر الليرة وتحولها إلى إيجابية وتعمل على زيادة الواردات من النقد الأجنبي بالنسبة لها. الشريحة اللي بعد كده، أداء الحساب الجاري هنا حضراتكم اللي هو ميزان المدفوعات، اللي هو بيقول لنا الدولة بتخرج إيه وبتدخل إيه في من النقد الأجنبي في تعاملاتها مع الخارج. بنلاحظ إن دوما ميزان المدفوعات بالنسبة لتركيا كان بيحقق عجز باستثناء سنة واحدة حقق فيها فائض في 2020، لكن اللافت للنظر واللي عاوزين نبحث فيه عن دور المضاربات ودور استهداف تركيا، إنه في 2013 لما كان عجز ميزان المدفوعات 55.8 من 10 مليار دولار، كان الليرة عند 1.9 من 10، كان الدولار عند 1.9 من 10 ليرة، لكن لما العجز تراجع بأكثر من 50% وأصبح 21.7 من 10 مليار في 2018، كانت الليرة عند حوالي كان الدولار عند 5 ليرة. إذن في أسباب غير طبيعية، يعني وده اللي بيخلينا لعلي نسيت أن أوصف أو أقدم ضمن المقدمات التي قلتها أن هناك حركة مضاربة محمومة على الليرة التركية ملحوظة بشكل كبير جدا خلال الشهور الثلاثة الماضية، بغض النظر عن إن كان مصدرها يعني مواطنين محليين أو أجانب، أو تتم المضاربة في السوق التركي أو في الأسواق الخارجية، فهناك شبهة مضاربة بشكل كبير جدا على الليرة التركية، ولعل هذا ما دفع الرئيس التركي طيب رجب أردوغان إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مسألة التراجع الشديد في قيمة العملة. طبعا في 2020 رجع تاني العجز في ميزان المدفوعات عند 37 مليار، لكن لما نعمل المقارنة دي لما يعني في 2020 عندنا عجز 37 مليار وشفنا الليرة عند الدولار عند 7 ليرة، لكن لما كان 55 يعني عجز أكبر يعني كبير، المفترض يحصل العكس، يعني كان الدولار عند 1.9 من 10 ليرة. فطبعا الميزان ده بيعكس لنا قد ايه ايضا حجم التشابك الاقتصادي التركي مع الخارج، لكن يفرض على صانع السياسه الاقتصاديه ان يقلص هذا العجز حتى تتمكن تركيا من تراكم ارصدتها من النقد الاجنبي بشكل يجنبها من التقلبات الاقتصاديه التي عاده ما يكون لها ثمنا سياسيا واجتماعيا. تفضل الشريحه اللي بعدين. الشريحة اللي بعد كده الاستثمار الأجنبي المباشر. لأ نرجع للاستثمار الأجنبي المباشر، وإحنا بنشوف الرقم ده، وهنا عاوزين نصحح معلومة عن أداء الاقتصاد التركي. يعني في بعض الناس بيقولوا يعني إن الاستثمار الأجنبي كان له دورا كبيرا في صناعة التجربة التركية. لا، هو كان له دور لكن ليس كبيرا. الأصل في نجاح كل تجارب التنمية إنها تعتمد على الاستثمار وعلى المدخرات المحلية، وإن الاستثمار الأجنبي يأتي ليساعد. فمثلا في 2015 حجم الاستثمارات الأجنبية التي أتت إلى تركيا 19.2 مليار، في
في حين الناتج المحلي الإجمالي لتركيا مقمن بالدولار كان قرابة 800 مليار، فإذا المبلغ كان نسبة قليل جدا. لما نشوف حتى في 2019 بنتكلم عن 9.2 مليار، في حين ان مثلا الناتج كان في 750 تقريبا. يعني اذا الاستثمار الاجنبي المباشر له دور مهم، ولكنه لم يكن صانع التجربه في تركيا. صانع تجربه النجاح في تركيا هو الاداره الاقتصاديه التي استطاعت ان تنهض بالاستثمارات المحليه والمدخرات المحليه والتخلص من كثير من السلبيات اللي كانت موجوده ما قبل عام 2003 وانطلاقه كبيره للاستثمار والتشابك مع العالم الخارجي. الشريحه اللي بعد كده، احتياطات النقد الاجنبي بالمليار دولار. يمكن شايفين حضراتكم في 2013 كان احتياط النقد الاجنبي عند 131 مليار، فضل يتراجع الى ان وصل الى 93 في 2020. الارقام الخاصه باكتوبر 2021 يمكن انا ما دونتهاش في هذه الشريحه، وصلت الى 125 مليار دولار، منها حوالي 40 مليار من مكون الذهب، والباقي حوالي 80 مليار او 85 مليار نقد من الدولار وغيره من العملات الاجنبيه الاخرى. المطلوب حتى تستطيع تركيا أن تخرج من قصة تقلبات سعر الليرة أن تعمل على تراكم حوالي 25% من قيمة النقد الناتج المحلي الإجمالي بالنقد الأجنبي، حتى يمكنها استخدام آلية السوق المفتوح وتحسن توازن سعر الصرف الذي تراه في صالح اقتصادها القومي. الشريحة اللي بعد كده، لعل هذا آخر الشرائح الموجودة، ثم ننتقل إلى مجموعة من المقترحات للخروج من الأزمة. لكن هي المحور الأخير ده يتعلق بالدين الخارجي، وطبعا فيه عدة مؤشرات، يعني من حيث قيمة الدين ونصيب كل من الحكومة والقطاع الخاص فيه، وقد إيه الديون قصيرة الأجل وقد إيه الديون طويلة الأجل. فإحنا في 2016 كان عندنا الإجمالي الدين الخارجي كان 408 مليار دولار، كان الحكومة عليها 123 والقطاع الخاص 283 مليار. بعد كده بنوصل إلى 2020 بنلاحظ أن الدين العام الخارجي أو الدين الخارجي ككل يعني بيوصل 450 مليار، منها 173 مليار للحكومة و255 للقطاع الخاص. هنلاحظ هنا لو عملنا مقارنة بين 2016 و2020 أن الحكومة نصيبها من الدين بيتزايد، انتقل من 123 ل 173، وإن الدين القطاع الخاص بيتقلص من 283 إلى 255. وده بيدينا مؤشر على أن القطاع الخاص بدأ يشعر بالأزمة، وإن الحكومة قد تكون استعانت بالتمويل الخارجي على تحريك معدل النمو خلال السنوات الماضية. طبعاً بعد أن نستعرض باقي مؤشرات الدين هنقول إيه هي الحلول الممكنة في هذا الإطار. الشريحة اللي بعده، الشريحة اللي بعد كده متعلقة بالدين الخارجي قصير الأجل، وده طبعا اللي ممكن يتسبب في أضرار للمدينين في السوق التركي بالتزامات تجاه السوق الخارجي سواء للبنوك أو للشركات أو ما إلى ذلك. الدين القصير الأجل كانت في 2016 الحكومة عندها 19.7 والقطاع الخاص عنده 81 مليار كدين قصير الأجل. الدين قصير الأجل بيبقى بين سنة إلى 3 سنوات، المتوسط من 3 لـ5، ما بعد 5 بيبقى دين طويل. طبعا بنلاحظ في 2020 إن الحكومة بدل ما كان عندها حوالي 20 مليار في 2016 بقى عندها 25 مليار في الدين قصير الأجل.
القطاع الخاص بعد ما كان عنده 81 مليار بقى عنده 91 مليار، لو ضمينا الاثنين مع بعض في 2020 يعني بنتكلم على حوالي 115 او 116 مليار كانوا مطلوبين من المدينين الاتراك سواء كانوا من الحكومه او القطاع الخاص. وطبعا ده بيحمل عبء على ميزان المدفوعات وبيدفع الى حاله من الاضطراب في سعر الصرف والتاثير على تراجع قيمه العمله المحليه. الشريحه الاخيره ده بالنسبة للدين طويل الأجل، كانت الحكومة في 2016 عندها 103 مليار، الرصيد القطاع الخاص كان 202. طبعا أداء السنوات الثانية مختلف يعني عن 2016، لكن في 2020 باعتبارها السنة النهائية اللي ممكن نبني عليها بنلاحظ أن الدين طويل الأجل للدولة ارتفع من 103 إلى 147، وإن دين القطاع الخاص تراجع طويل الأجل من 202 إلى 163. فده المكون الخاص بالديون وتأثيره على سعر الصرف وتراجع الليرة خلال الفترة القادمة. طيب إيه اللي ممكن طبعا الحكومة تعمله خلال الفترة القادمة لمواجهة هذه الأزمة؟ أول شيء يعني طبعا الحكومة يجب أن تتخذه هو مسألة البعد عن العلاج بالصدمة في إدارة السياسة النقدية، وأن يبقى فيه هناك تدرج. طبعا في ناس يعني استغلوا الأزمة الموجودة والقول ببعض الأقاويل التي لم تقل بها الحكومة التركية تجاه سعر الفائدة، أو حتى الرئيس التركي السيد رجب أردوغان. لكن إذا قلنا أن الحكومة التركية راغبة في القضاء على سعر الفايدة والاتجاه إلى الاقتصاد العادل أو الاقتصاد التشاركي أو الاقتصاد الإسلامي كما نسميه نحن ويسموه الأتراك الاقتصاد العادل أو الاقتصاد التشاركي، فلا بد من التدرج في الانتقال بين الآليتين. لكن العلاج بالصدمة سيحدث حالة من الارتباك في السوق التركي ويؤثر على كثير من المشاركين فيه. فبالتالي نحن نريد أن تكون هناك حالة من التوازن في إدارة السياسة النقدية بشكل خاص، وبشكل عام أن تكون هناك حالة من التوازن بين مكونات السياسة الاقتصادية ككل، وكما قلنا هي السياسة النقدية والمالية والاستثمار والتوظيف والاستثمار، بحيث كل هذه المكونات تؤدي في إطار لا يتضرر أحد منه. وعلينا أن نستوعب أن هناك بعض الأمور التي يستهدف فيها الرئيس أردوغان لاغتياله معنويا أو للتدعيات التي استغلها المعارضة أو خصوم أردوغان في الخارج فيما يتعلق بانتظار انتخابات 2023 من الدعوة المبكرة لإجراء الانتخابات، وأنهم يرون أن ذلك مناخا مناسبا لكي تتراجع شعبية الرئيس وشعبية حزبه. عاوزين نقول إن بالفعل في هناك حملة منظمة لاغتيال المعنوي للرجل، وأيضا التجربة الموجودة في تركيا، ونحن نرى على مدار مثلا الشهر الفائت كلما يعني صرح الرئيس أردوغان عن رغبته في انخفاض سعر الفائدة نجد أن سعر الدولار قفز مثلا نصف ليرة. طبعا أداء لا يؤشر أبدا عن أداء الاقتصاد الحقيقي الموجود في تركيا، حيث تمتلك تركيا قاعدة قوية من الإنتاج في قطاعي الزراعة والصناعة وأيضا في قطاع الخدمات. فالمطلوب هنا أن تصحح هذه الآلية في التعامل من خلال أن الرئيس تحدث في هذا الأمر مرة، ويجب أن نترك ما بعد ذلك لشأن من يديرون السياسة النقدية والمالية. لكن هل كلما تحدث مسؤول سياسي عن توجه اقتصادي معين تنهار مؤشرات الاقتصاد بهذا الشكل؟ طبعا غير حقيقي. النقطة الثانية التي يستغلها كثير من الناس ويوجهون اتهامات للرئيس بأنه يدير البنك المركزي ويدير السياسة النقدية،
هذه شماعات تستخدم كما قلت للاغتيال المعنوي للرجل. السياسة النقدية يصنعها البنك المركزي، والبنك المركزي يتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية في كل بلاد العالم. لكن على الرغم من هذه المسلمات، هناك كثير من الأمور يتم تمريرها للبنك المركزي بتعليمات شفهية، تعليمات غير مكتوبة، حتى بما فيها إقالة المحافظ البنك المركزي. في كثير من الدول التي تمنع الدساتير القائم على أمر السلطة التنفيذية من إقالة البنك المركزي، يتم من محافظ تقديم استقالته بطريقة أو بأخرى وتنتهي هذه المسألة. لكن أن تستغل هذه الشماعة بهذا الشكل، فلا يستطيع منصف إلا أن يقرأها أنها في إطار تصفية الحسابات السياسية والتوظيف السياسي السلبي من قبل خصوم الرئيس أردوغان وخصوم تجربة العدالة والتنمية. فبالتالي التوازن في مكونات السياسة النقدية مطلوب، المعالجة الإعلامية مطلوبة بشكل كبير جدا يعني لانقلاب السحر على الساحر وتحويل هذه الموجة في صالح الرئيس أردوغان وصالح تجربة العدالة والتنمية. الأمر الثاني فيما يتعلق بالرقابة على الأموال الساخنة. في عام 2010 الرئيس الأمريكي أوباما كان يريد تنشيط الاقتصاد الأمريكي بعد أزمة المالية العالمية في 2008، فاشترى ديون الحكومة التركية من السوق المحلي ب 600 مليار دولار، ودفع هذه الأموال إلى الناس حتى يقوموا بالاستهلاك ونشطوا الطلب ونشطوا الإنتاج. لكن نسبة ليست قليلة من أصحاب هذه الأموال قالوا نتجه بها إلى البورصات الخاصة بالدول الصاعدة في الصين والهند والبرازيل والمكسيك وروسيا وكوريا الجنوبية وغيرها، وهناك أرباح تصل إلى 15%. ولكنهم حينما ذهبوا إلى هذه البلدان وجدوا الحكومات لهم بالمرصاد، فاتبعت ما يسمى بسياسة التعقيم. سياسة التعقيم معناها إن هي فرضت ضرائب على الأموال الساخنة التي تخرج في الأجل القصير. قالوا لهؤلاء المضاربين الذين أتوا إلى البورصة، إذا استمرت استثماراتكم أكثر من سنة فتعفوا من الضرائب، أما إذا خرجت خلال سنة فتفرض عليكم ضرائب بنسبة 15% تقريبا، لا أذكر الرقم لكن بنسبة عالية. فلذلك اضطر هؤلاء المستثمرون أن يبقوا في الأسواق. لذلك على تركيا أن تنظر إلى حركة الأموال الساخنة الآن في أسواقها، وأن تقوم بمثل هذا الإجراء بأن تعلي من شريحة الضرائب المفروضة على هذه الأموال لتوقف هذه الحركة المحمومة للمضاربة في الأسواق التركية. أيضا من الأمور المطلوبة التي يجب أن تتحرك فيها الحكومة خلال الفترة القادمة، وبخاصة نحن على أبواب سنة مالية جديدة، هو الحماية الاجتماعية لهؤلاء المضارين وخاصة من الموظفين أصحاب الدخول الثابتة. وكما تعلمون أن الحكومة التركية تقوم في كل عام بتحديد حد أدنى مرتفع جديد لمواجهة الأعباء الموجودة. فالحد الأدنى للأجور الآن هو 2825 ليرة، ويتوقع أن تتم زيادته بنسبة 20%، يعني هيتجاوز 3400 ليرة خلال العام القادم. طبعا ده إجراء مهم جدا، ويجب طبعا أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر فقط على رفع الحد الأدنى للأجور، لأن عندنا شريحة من العاملين في القطاع الخاص غير المنظم لابد من تقديم لهم صور الدعم، لأن ليست لهم رواتب ثابتة ولا يتقاضون رواتبهم من منشآت معينة. فعلينا بالتالي أن على الحكومة أن تراعي هذا الأمر. أيضا من الأمور المطلوب مراعاتها بشكل كبير جدا هو رصد المضاربات التي تتم في السوق الداخلي أو الأموال التي تخرج من السوق التركي بالعملة الأجنبية لتضارب في أسواق أخرى، زي الأموال التي تخرج للتعامل في العملات المشفرة. وإحنا شفنا الحالة من كام شهر إن أحد الشباب اللي عمل محفظة كبيرة بحوالي 2 مليار ليرة ثم هرب إلى الخارج. نعم الحكومة نجحت في عودته ومحاكمته، لكن كم من أمثال هذا الشاب موجودين في السوق التركي ويحرمون سوق الاستثمار من هذه الأموال تحت رغبة المدخرين الصغار في الحصول على أرباح كبيرة.
أيضا لابد من مراقبة الحسابات البنكية التي تتضخم بشكل كبير جدا من خلال عائد المضاربات. أيضا المضاربين الأجانب لابد من رصد تعاملاتهم، وكذلك المعاملات غير القانونية التي قد تحدث من قبل المتعاملين في سوق الصرف غير الرسمية خارج الإطار البنكي أو خارج شركات الصرافة، أو حتى تعاملات شركات الصرافة التي تتم بطريقة غير قانونية. طبعا في إطار العملات المشفرة، لعل التجربة الصينية والتجربة الهندية إيجابية، وأحسب أن الدولة التركية يمكن أن تستفيد منها. فالهند والصين رفضوا أن هم تعامل مواطنيهم على العملات المشفرة، لكنهم اتجهوا إلى الاجتهاد في إصدار ما يسمى العملات الرقمية الحكومية، بحيث لا تحرم المواطن من التعامل في مثل هذه التكنولوجيا، ولكن تحت إطار رقابي حكومي. لكن الأموال التي تخرج في هذه المجالات هي تضر بالاقتصاد القومي التركي، وعلينا أن يعني نأخذ في الاعتبار الأضرار المترتبة عليها بشكل كبير. طبعا هذه تتوافى. ولعل الأمر الأخير الذي يعني أذكره في هذا المجال، والذي يمكن أن يساهم بحل الأزمة الليرة في تركيا، هو أن السياسة التي دعا إليها الرئيس أردوغان ونفذها البنك التركي بخفض سعر الليرة ليست إجراء وحيدا، ولكن له إجراءات متممة. فأنت حينما تخفض سعر الفائدة لابد أن توسع من مجالات الاستثمار، لأنه في هذه الحالة إن لم تجد الأموال أو المدخرات الأفراد مجالات الاستثمار، فسوف تتوجه إلى المضاربات. فأنت حينما تخفض سعر الفائدة فعليك أن توفر منافذ الاستثمار. ولعل التجربة التركية تجد في تكوين شركات المساهمة خلال الفترة القادمة للكثير من احتياجات الحكومة مخرج جيد للاستفادة من صغار المدخرين والأموال التي تتجه إلى المضاربات. فمثلا الحكومة تحتاج إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية أو غيرها، فتكوين شركات مساهمة لإنشاء هذه المحطات والاستفادة من خدماتها. يمكن أن تؤسس الشركة الحكومة مثل هذه الشركات وتساهم فيها بنسبة لا تزيد عن 10%، لتكسب ثقة المدخرين لشراء هذه الأسهم، ويكون بذلك استطعنا أن نمتص نسبة ليست بالبسيطة من المدخرات الموجودة في السوق أو المتوجهة إلى المضاربات، وفي نفس الوقت وفرنا مصدر للتمويل بتكلفة صفر للحكومة التركية، وأضفنا إلى الناتج المحلي الإجمالي إنتاج خدمة قائمة. ممكن ده يتكرر في كثير من المجالات. وطبعا ونحن في الأزمة يجب ألا نتصرف بأدوات الوضع الطبيعي، فالوضع الطبيعي له أدواته ومجالاته التي نتصرف فيها، ووضع الأزمة له أدواته ومجالاته التي نتصرف فيها. ووجود الدولة في النشاط الاقتصادي ليس أمرا محرما ولا مجرما، وبخاصة أن الحكومة ستقوم في هذا الأمر بدور مروج المشروعات.